تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر من خلال البرنامج اليوم التي غادي نمشيو مباشرة الأسبوع المخصص للشيوات والحلويات من عند ندى أم دريس من سلا الجديدة اختصاصية في الطبخ والحلويات ونتعرفوا على الاقتراحات اللي غتوجدنا اليوم. ألو ندى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله لاباس عليك. صباح النور. صباح الخير لك والاخت سميحه. الله يبارك فيك شكرا لك بزاف. نشكر جميع المستمعات اللي اتصلوا معايا البارح تنشكرهم بزاف بزاف لدعمهم ولحبهم حقيقه يعني في حاجه رائعه. الحمد لله فعلا الله يعطيهم الصحه تبارك الله وتنتيا. تفضلي تفضلي لك واحد الطلب. مرحبا. بغيت نقدم واحد التعزيه للاخت كريمه اللي توفاها الله اليوم. نطلب من جميع المستمعين بأنهم يدعونا بالرحمة والمغفرة إن شاء الله. يا ربي أمين. الله يشدد على الرحمات. الله يصبر العائلة ديالها إن شاء الله. شكرا أخت سناء. نبدأ على بركة الله ندى. نشوف الاقتراحات ديال اليوم. اليوم حضرت غير مملحات. مملحات فعلا. حشوات يعني بسيطة جدا وإن شاء الله تكون في المتناول. إن شاء الله. نبدأ بمقبل ديال الأرز. هذا فيه واحد 100 غرام ديال الروز بيض معجون. داك الروز البيض العادي هذه اللي كيتعجن كيتعجن في الاخر تنضيفوه مع شويه ديال الملحه ونقطه ديال الزيت. وعندنا 200 غرام ديال لاباند مقطع طريفات وتهو تنسلقوه مع ورقه ديال سيدنا موسى وشويه ديال الملحه والابزار باش تحيد منه داك الفوريه ديالو شويه. دونك هادو بجوجهم تنخليهم يسقطرو ملي تيتسلقو. تنكونوا موجدين واحد 100 غرام ديال كروفات خضر منقي وخضر يعني ما مشحر ما والو. غناخذوا واحد ديك ماكينه ديال اندو 3 وغادي نطحنوا فيها هذيك 200 غرام ديال لاداند مع 100 غرام ديال كروفات خضر. اييه يعني لاداند مع القمر والخضر. هاد الحشوه هذه ديال لاداند ما غتبقاش لاداند غتولي كلها حوت. اييه يعني راه ملي تطحن مع ديك كروفات خضر غتولي كلها مسمعه. ناخذوا واحد الجبانه غادي نديرو فيها دغوز معجون ومع هاد الخليط ديال لاداند والكلوزات وغادي نزيدو عليه واحد المعلقه ديال الخل الارز. اللي ما عندهاش خل الارز غادير غير عصير ديال الحامض او خل عادي. وندير واحد معلقه كبيره ديال لاموطارد ومعلقه كبيره ديال المايونيز وصلصه السمك نيوكمان ولا صلصه وصلصه الصوجا وضمه ديال السمك وتوابل السمك راه متوفرين. واللي ما عندهمش ما يديروش توابل السمك يعني ماشي يعني ملزومه باش يديروا توابل السمك. اييه ونديروا ابزار وثومه غبره وصلصه الحاره ونديروا حكه ديال الكوزه وغنديروا فرماج محكوك على حسب الرغبه يعني ما ملزمينش هما بواحد المقدار معين. واللي ما بغاش الفرماج هذا الاحمر دير غير واحد ثلاثه ديال الفرماجات مثلثين. اييه هادشي كله غتنخلطوه مع بعضياته مزيان وتنغطيوه ونديروه في الثلاجه يبرد. هاد الخليط كله ملي كنعجنوه مزيان ويتخلط نخليوه في الثلاجه. ندخلوه في الثلاجه باش الكاغوز ما يبقاش شاد السخونيه ديالو بزاف وتنديروه في الثلاجه ومن بعد تنشدوه وتنكوروه كوار. اللي بغى يجي هذيك شي منسق ومنظم راه غتعبر الكرات ولا انا خدمتهم في مول ديال السيليكون باش كياخذوش كل واحد باش ياخذوا كل واحد. دونك ديك الكرات تشدها ودوزيها في شويه ديال الطحين البيض لا شابلور. اييه هاد القضيه هاد العمليه هادي تتكرر دو فوا جوج مرات. اييه من بعد تندخلوهم في داك مولد السيليكون وندخلوهم للمجمد. اييه واللي ما بغى ما عندها السيليكون غديهم غير كوار بيديها وتحاول دير واحد الحفيره بصبعها وتدخلهم للكونجيلاتور تيشدوا مزيان راسهم وغتشد الزيت غيتقلاو هادو في الزيت بارده ماشي تسخونه واخا باش كلهم يدخلهم الطياب بدقه واحده ماشي تحرقوا. لان داك الزيت سخونه راه غتحرقوا دونك زيت بارده. وفي التقديم ديالهم ملي ديك التقيبه تديري فيها واحد القطه ديال الكيتشوب اييه او صلصه حاره وتتكوني مشحره واحد شويه ديال الكروفيت بالقشره ديالهم حيده له الراس وتتحشي غويز ديال ديك الكروفيت وتخلي الرجيله ديالها خارجه. اييه كيف ما يعني زينتي في واخا تبارك الله عليك. هذا مقبل ديال الرز الاول. ندوزو المقبل ديال الدنجال. ناخذو الدنجال يتقشر كامل من القشره ديالو. اييه يعني غتبقى غير ديك البيض البيض. اييه وغادي نقطعوه دوائر
وغادي نحاولوا نصهدوه في الزيت. ديك الدوائر ندير واحد شويه ديال الزيت ويتصهدوا، راه ما يوليش ديك اللون ديالو تنعرفوا احمر غير شويه، غيبقى حتى كبيض هي باش ما يبقاش فهمتي هي تصهد. وغناخذوا الحشوه هذا غيتحط على جنب، يعني بغات تزيد دير تنجاله جوج تنجالات يعني على حسب. الحشوه فيها واحد غبيطه ديال الحبق تتغسل وتتقطع وتتشحن مع شويه ديال الثومه والزيت البلديه وشويه ديال الحامض على حسب الرغبه وملح وابزار وسودانيه. ايه واللي ما تيبغيش الحبق راه ممكن يغيروا بالمعدنوس. وغيكون عندنا واحد قطع صغيورين ديال الموزاريلا. ايه جبنه الموزاريلا. دونك غندوزو الطريقه، غتاخدي ديك الدائره ديال الدنجال غديري فيها واحد شويه ديال الحشو ديال هذا اما الحبق ولا المعدنوس، وغتحط من فوق منه قطعه ديال جبن موزاريلا. وديك الحشوه هذا هو يكون فيه واحد شويه السودانيه باش يجي واحد مذاق زويون مع الموزاريلا. ونغطيو عليها بدائره ثانيه ديال الدنجال ونديروها في الطحين من جوج جهات، وانتينا تدوزي يديك على الجوانب باش تسد وحده مع وحده. تدوزيها في البيض ولا شابلور او ثاني جوج مرات واخا. وديك لا شابلور ممكن تكون منسمه او ديري لا شابلور ديال الارز اللي بغيتي. وتتقليها في الزيت وتتقدمي على اي صلصه بغيتي. هذه كتقلى في زيت سخونه ماشي بحال الاقتراح سخونه؟ لا الاقتراح الاول علاش؟ لان ذاك الخليط يكون مجمد. واخا هذا يعني نخليه حتى كيتجمد مزيان. هذاك الاقتراح الاول خليه حتى يجمد مزيان. واخا لا ماشي بالضروره، يعني انا درته في السيليكون باش علاش درناه في السيليكون باش ياخذ ديك الحفيره. انا الا درتي مباشره وبغيتي تقلي ديك الحفيره ما غتصدقش. اما الا درتي داك الخليط في موب السيليكون ودخلتيه للكونجيلاتور ديك الحفيره تتخرج. واخا الله يعطيك الصحة ندى، هذا مقبل ديال الدنجال كذلك ساهل وبسيط واكيد يعني مختلف. حنايا في المقبلات ديالنا شويه تنستغنيو على الدنجال. فعلا. نعطيكم واحد رغولي بلي زيبينا فيه 500 غرام ديال لي زيبينا مغسوله ومقطعه ومشطره مع شويه ديال الزبيده وملحه. ملي غادي نشحروها غنديروها في مولينيكس. وغادي نطحنوها مع بعض البيضات وشويه ديال الابزار ومعلقه كبيره ديال الزيت. وغناخذوا واحد طبسيط ديال الفران وغادي نصبوا فيه هذا الخليط هذا على واحد السلبات ولا ورق ديال الزبده بالطريقه ديال الجينواز. كما تنديروا لا جينواز بحال هكا غنصبوا هذا الخليط هذا وغندخلوه الفران يكون سخان. راه غير اون فوا تنشوفو داك الخليط يبعد على الجناب تنعرفو صافي طاب. تنخرجوها ونخليوها تبرد واحد شويه ونحيدوها ونحطو داك الوجه ديالها اللي تيبري هو اللي تنحطو من الاسفل على واحد ورقه ديال بابي المينيو. ندهنوها بشويه ديال الزيت باش يتعاون العيالات باش تحيد لهم ما تلصق لهمش. من بعد في الحشو تندهنو هذاك قول ديك لي زيبيناغ بواحد الحك ديال الجبن منسم. او اللي ما تبغيش الجبن منسم دهنوا بجبن عادي ونديروا دوائر ديال السوريمي او الجومبو او السلامي اللي اي حاجه تستيدي اي حاجه تتبغيها ممكن دير شرائح دائره ديالهم ودير الكرفات ودير الزيتون مقطع وتروليه. يعني روليه بحال كيف كنديروا في شناك ولا مقاون. نفس الطريقه. وانتي دائما بالمساعده ديال بابي المينيوم وتسدي عليه من الجناب بجوجهم وديري ودخلي واحد شويه باش نقول لك واحد قسمين ولا ربع ساعه المجمد باش يسهل عليك في التقطاع يجيك كله يعني ما يتقطع لكش ما يتفرتتش يجي يعني كله منظر زوين. ايه فعلا. وصراحة من اللي بعتي لي بالصورة غادي نحاول نحطها إن شاء الله، يعني كيبان بحال شي كاطو ما تتعرفيش شنو هو. يعني المذاق ديالو رائع. فيه لي زيبيناغ وفيه دي فرماج وتزين. راه غديري ديك عويدة ديال لي كيردون مع لي توماس سيريز مع مايس مع كورنيشو اللي بغيتي، يعني الزينة تبقى لك على حسب الرغبة ديالك. تبارك الله عليك. اييه نختمو معاك بالمملح. اييه نعطي واحد
نعطيو واحد الكيك مالح ولا نعطيكم واحد نعطيكم واحد المقبيه ديال الكبده بالزنجر. واخا نبقاو في الايه في المملحات واخا تفضلي. هذا الكبده ديال الباذنجان غادي ناخذو واحد نص كيلو ديال الباذنجان غادي نفوروه او دخلوا السيدات الميكرووند وديك الميكه ديالها راه تتقبها راه تتفور في غمشه عين. وتاخدي واحد 250 غرام ديال التوت ديال الدجاج وتسلقيها في ورقه ديال سيدنا موسى ومليحه والخل باش تحيد السوريه ديالو وديري تستقطر ومن بعد تشرمليها تشرموله ديال الحوت. هذيك الكبده هي إيه نشرملوها تشرمله وزيدي مع شويه ديال الخل وشرمله ديال الحوت وممكن اضافه ديال التوابل المكسيكيه. ايه غتاخدي واحد بصله كبيره وتحريها حتى هي شويه ديال الزيت ديال العود وواحد ربيطه ديال لي زيبينه وهادشي كله يتشحر مزيان وغتصيبي البيشاميل. البيشاميل دابا السيدات كلهم تعرفوا يديروها. غتاخدي واحد الجبانه وتخلطي فيها داك البصله مشحره مع لي زيبينار مع الكبده غتشديها وتقليها حتى هي في شويه ديال الزيت. تقطعي الكبده طريفات صغار وتقليها في الزيت وتحيديها وديك الزويته ديالها غدوزي فيها داك اللب ديال الباذنجان اللي مفور حتى هو يتشحر مزيان. وغتخلطي الكبده مشحره مع لي زيبينار مع الكبده مقليه مع الخليط ديال الباذنجان مع البصله مع البيشاميل ونزيدوا واحد الحامضه مصيره وثومه محكوكه والتوابل المكسيكيه واحد اربعه ديال الفرماجات 30 او فرماج احمر وشويه السودانيه. وهذا الشيء كامل راه ممكن ديريه في بريوات ممكن ديريه في سيجار ممكن ديريه في بات فيوتي ممكن تعجني اي عجين بغيتي. يعني حشوه ولكن اختيار. ايه يعني شنو كتمشي في بزاف ديال الاقتراحات المملحات. انا غا شديت غير هي ودرت لها حتى هي الطحين والبيض ولا شابلور وشكلتها على شكل اجاصه وقليتها. يعني حشوه متناول انت ديريها فاش ما بغيتي. الله يعطيك الصحه ندى تبارك الله عليك. ربي يخليك لينا يخليك خصنا. كنشكرك بزاف على هاد الاقتراحات اللي وجدتي لنا اليوم. الله يعطيك الصحه واكيد مواصلين معاك وغادي يكون اسبوع مميز جدا باقتراحاتك كيف ما قلت. يعني كتجمعي ما بين يعني اللذه وفي نفس الوقت ما بين الديكور ما بين التزيين النهائي لهاد الاقتراحات ولهاد الشيوات واكيد